إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. التحية تتواصل من عاصمة الميادين في بداية الجولة الثانية هنا مع سن الكبار مع الحولي والزمول. على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية، أعلنت هذه الانطلاقة وهذا الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل 6 كيلومترات هي مسافتنا مع هذه الانطلاقة. وهناك شهايد في المركز الأول لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير يضمرها على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني من تأتينا في هذه اللحظات له دمعة لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما هناك مناعة من الجانب الآخر لهجن العاصفة بتواجد حمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. النقلة مباشرة مع المركز الرابع لتاتينا الشايبة لهجن العاصفة بقيادة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي على المركز الرابع، بينما هنا المركز الخامس لتصل جواهر من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي على المركز الخامس وسادسا. ما شاء الله تبارك الله الاسماء القوية القادمة في هذا اليوم ومشاركة الكبار والعمالقة في اسبوعنا الاول هنا في عاصمة الميادين. انتقل مباشرة مع المركز الخامس لتصل في هذه اللحظات له هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، يمعى بن عتيق الرميدي يضمرها، ولكن هنا الطيارة تأتي وتغير في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد الهيان أو راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيق بن سالم بالعرطي يتواجد أيضا المتمرس في هذه الانطلاقة، يقدم الطيارة على المركز السادس لتأتينا بالرحلة رقم 1 هنا بقيادة الكابتن عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، بينما هنا الوصول في هذه اللحظات من سمحة في هذه الانطلاقة على المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، يمعى بن عتيق الرميثي، ولكن هناك أيضا القادمة بشعار هجن الرياسة جبارة لهجن الرياسة والمتميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتواجد في هذه الانطلاقة الجميلة. إذن هذه العشر المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المسار الأول والانطلاق هناك المسار. من تأتينا في مقدمة هذا الشوط هناك شهايد على الصدارة على المركز الأول لتنال الشهادة هنا من عاصمة الميادين بهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 يتواجد هنا ليعلن الانطلاقة مع شهايد، بينما هناك مناعة في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة تتواجد بتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير، من قدم لنا الجلد في الجولة الأولى في أول أشواط هذا اليوم. صاحبة التوقيت المميز 9:23 خمسا من الاجزاء اللي هي جلد، اذا صاحبة اول اشواط هذا اليوم ليقدم في هذا الشوط مناعة. هنا تاتينا بهذه الانطلاقة مع انتصاف المسافة على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث وصلت الشايبة لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم الشايبة على المركز الثالث، بينما دمعة على المركز الرابع من هجن العاصفة هناك تواجد حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس القدوم من جواهر لهجن الرئاسة بقيادة الظاهر علي بن يميل الوهيبي يتواجد ويقدم هنا جواهر على المركز الخامس، بينما الدخول من ايضا ذهيبة على المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يقدم هذه الانطلاقة في هذه اللحظات مع ذهيبة هنا في المركز السادس. سابعة للتدخلات من سمحة على سابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، يمعى بن عتيق الرميثي يتواجد في هذه الانطلاقة، ولكن هناك جبارة من هجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم جبارة في هذه الانطلاقة على المركز الثامن والتاسع. أيضا تتواجد الطويلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن سالم النيبي يتواجد في هذه الانطلاقة، والمركز
التاسع لتاتي هملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد اللياني مع بن عتيق الرميثي هناك يتواجد، وعاشرا المتدخل في هذه اللحظات اللي هي شاهينيه من هجن الرئاسه بقياده علي بن يمي الالوهيبي. هذه هي العشر المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. اعود الى مقدمه الشوط، ارى التغييرات التي جرت وطرت هناك مع مناعه على الصداره على المركز الاول لهجن العاصفه، ايضا يتواجد حمد بن راشد بن غدير يقدم مناعه في مقدمه هذا الشوط، مناعه على الصداره على المركز الاول، بينما المركز الثاني الوصول من الشاهينيه من هجن الرئاسه مبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن دمعه 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 من الجانب الايمن تاتي بانطلاقه ايضا شعار هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير يتواجد ويقدم دمعه ومناعه. المركز الرابع لتاتينا شهايد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتواجد علي بن راشد بن غدير يضمرها، ولكن هناك الوصول في هذه اللحظات من جواهر لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي على خامس المراكز والمتدخلة هملولة، سادسا بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نيان يتواجد هناك يمعى بن عتيق الرميثي، ولكن أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى المقدمة، هناك دمعة على الصدارة، دمعة على المركز الأول في صدارة هذا الشوط، أيضا 1200 المتبقي من عمر هذا الشوط، ولكن دمعة غيرت إلى الصدارة إلى المركز الأول لهجن العاصفة ترافقها مناعة بنفس الشعار شعار هجن العاصفة. هناك يتواجد حمد بن راشد بن غدير الواثق بقدراته التضمير يتواجد في مقدمة الشوط، ولكن هنا المتميز يتواجد ويقدم لنا شايبة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وهنا تصل أيضا تصل جواهر من هجن الرئاسة، يتواجد الظافر علي بن يميل الوهيبي يقدم له جواهر في هذه الانطلاقة على رابع المراكز، ولكن المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من خامس المراكز لتأتينا هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيق الرميثي المحترف يقدم هملولة، ولكن دمعة 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 من حب ودمعة من فرح دمعة من ناموس على مقدمة الشوط على الصدارة لهجن العاصفة. يتواجد حمد بن راشد بن غدير مع 500 متر النهاية، والأخيرة دمعة على الصدارة والوصيفة، هناك مناعة من هجن العاصفة تتواجد في هذه الانطلاقة، ولكن هنا جواهر لهجن الرئاسة، يتواجد علي بن يميل الوهيبي، ولكن هناك شاهينية المنطلقة والمندفعة بشعار هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم الشاهينية، ولكن هنا أيضا غيرت مناعة إلى مقدمة الشوط، مناعة إلى مقدمة الشوط لتضيف الإنجاز الآخر. والنقطة الثالثة هنا مع هجن العاصفة مع أيضا العنود ومع بشاير ومع جلد لتاتي، ولكن الشاهينية ومناعة الله 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 الله، إذا دمعة وشاهينية ومناعة تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثالث شاهيني من هجن الرئاسة، رابعا جواهر من هجن الرئاسة، والمركز الخامس تاتينا هناك اللي هي الشاهينية من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لهجن العاصفة. إذا مشاهدين الأعزاء كما تشاهدون هذا الجو الضبابي الجميل والذي يأتي بهذه الانطلاقة والمتعة مع العمالقة مع الكبار لتأتي هنا هجن العاصفة مع دمعة ومع مناعة مع خط النهاية. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تهانينا والناموس، التوقيت الزمني 9:36 سبعا من الاجزاء توقيت دمعة، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، التهنية لحمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني تأتي هناك مناعة من هجن العاصفة لتقطع المسافة في 9 دقائق يا مخرجنا. ايضا هناك 9:36 وثمانا من الاجزاء تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية لحمد بن راشد بن غدير المركز الثالث 9:37 بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الشاهينية بالمركز الثالث، والتهنية للمتميز مبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي.